المعايير التي يتم العمل على تحسينها من خلال المؤشرات الدولية للتنمية البشرية ورأس المال البشري هي حياة طويلة وصحية. إذن يقاس المؤشرات بمتوسط عمر الأفراد عند الولادة، وأيضا معدلات الوفيات للصغار، ومعدلات التقزم، وعدد سنوات الدراسة، وعدد السنوات التي يحصل فيها التعليم، ومعدل الالتحاق برياض الأطفال، وأيضا التسرب من التعليم والالتحاق بالتعليم سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو التعليم الإعدادي والثانوي. أيضا المعرفة والمهارات والخبرات التي يكتسبها الطالب أثناء فترة دراسته من المرحلة الابتدائية مرورا بالمرحلة الجامعية، ثم مستوى دخل الفرد في الناتج القومي المحلي الذي يتمثل بشكل كبير في فرص العمل وتقليل معدلات الفقر وزيادة معدلات التشغيل. لكن الحقيقة يعني موضوع التنمية البشرية ليس بجديد على مصر، وكل الوزارات بتعمل في مؤشرات التنمية البشرية، وهناك تحسن كبير في معدلات التنمية البشرية للدولة المصرية عبر المنصات الدولية التي تشير أو تقيس هذه المعدلات. ولكن يمكن ما هو حديث في الوضع الحالي وهو التنسيق الكامل بين الوزارات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر مع ملف التنمية البشرية أو بناء الإنسان أو رأس المال البشري، حتى نستطيع أن نعظم من الاستنتاج ونعظم من القدرات التي تعمل داخل كل وزارة. أهداف المشروع هو رفع مستوى أو مرفع مؤشر التنمية البشرية على المؤسسات الدولية عن طريق تعزيز القدرات والاهتمام بالتعليم والاهتمام بالصحة، أيضا تقديم خدمات حكومية متطورة وشاملة في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف، وأيضا من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والقطاع الأهلي والقطاع العام في ملف التنمية الشاملة المستدامة.